Hello everyone. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا هو الغباء أو stupidity. خلينا نتفق أولا إن مفيش حاجة اسمها طفل غبي أو شخص غبي. أصلا حتى ككلمة مرفوضة. لكن ممكن نقولها على موقف، على ردة فعل، على تصرف. لكن أبدا ما نستخدمها كصفة لشخص. كتير بتحصل إن يتم استدعاء ولي أمر المدرسة أو الأم نفسها أو الأب يبتدوا يعملوا pointing للشايل أو للطالب مهما كان عمره إيه إنه في مادة معينة يعتبر غبي. بس عشان نتأكد أكتر خلينا نشوف المثال ده الأول. The first girl. The teacher asked her, I want you to get the sum of 20. طلب منها مجموع رقم 20 تجربه بطريقتين. Two numbers يجيبوا 20 أو تلات أرقام يجيبوا 20. خدت وقت طويل وبدأ الأستاذ بتاعها متوتر. واضح إنها مش فاهمة حاجة أو واضح إن هي مش شاطرة. البنت بعد فترة طويلة من التفكير حلت بالطريقة إنها كتبت 0 plus 20 equal 20 أو 20 زائد 0 زائد 0 يساوي 20. قال عليها غبية وما بتفهمش في الماث كويس قوي. بنت التانية طلب منها نفس المعادلة ودي كانت طريقة حلها 10 plus 10 equal 20 أو 6 plus 4 plus 10 equal 20. المدرس قال عليها ذكية ورفع من شأنها جدا جدا جدا. رقم واحد هي ما كانتش غبية، ورقم اتنين برضو مش غبية. كل واحد فيهم ذكي بطريقة معينة، لدرجة ان هم اثبتوا ان البنت الاولى اللي حلت بكل بساطة وكل سهولة تعتبر ذكية جدا، هي تعتبر ذكية. والبنت التانية برضو ذكية، بس كل واحد فيهم عنده نوع ذكاء معين. لكن ما نقولش عشان هي حلت بطريقة سهلة تعتبر ما بتفهمش، ولكنها بالعكس عندها ذكاء شديد جدا انها ازاي توصل للحلول بأبسط الطرق، وده لا يعتبر غباء، يعتبر عبقرية. هاورد جاردنر قال واخترع نظرية الذكاءات المتعددة Multiple Intelligence which is very important. هي دي اللي أثبتت إن كل إنسان سواء طفل أو كبير عنده نوع ذكاء معين لو وظفه هيبدع ويطلع كل ما عنده من قدرات. مفيش حد ذكي في حاجة واحدة، مفيش حد شاطر في حاجة واحدة، كل واحد عنده طريقة معينة يقدر يوصل بيها للحاجة اللي هو عايز يفهمها. هاورد جاردنر خصص إن الذكاءات المتعددة متمثلة في اللي قدامنا ده، في ناس أذكياء لغويا، في ناس أذكياء رقميا، في ناس أذكياء بدنيا، في ناس بصريين، في ناس أذكياء في العلاقات الاجتماعية، ناس verbal, visual, interpersonal، في ناس musical, body, kinesthetic, naturalist. كل شخص ذكي بشكل معين. المهم نعرف لما نحب ندرس حد نعرف هو ذكي في أي حاجة من الحاجات دي، وعشان نعرف إحنا كمان إزاي ممكن نتعلم معلومة جديدة نعرف إحنا أذكياء في أي شيء من دول. مفيش شخص عنده ذكاء واحد، بس في دمج بين الذكاءات المتعددة اللي موجودة، وعلى أساسها بنحدد الطريقة. عشان كده ما ينفعش نحكم إن هم بيفهموا أو ما بيفهموش إلا لما نشوف هم أي نوع. يعني بمعنى أصح كل واحد فينا ذكي في منطقة معينة. في ناس أذكياء عاطفيا، ناس أذكياء سمع، ناس بصريين، ناس حركيين، في ناس بتتعلم وهي بتتحرك، ناس بتتعلم أفضل وهي بتتناقش وبتتكلم، في ناس بتتعلم أفضل وهي شايفة الحاجة قدامها أو شايفة لها صور وتربطها بالواقع. كل واحد بيفهم الأمور بطريقة معينة لأن كل واحد اتميز بذكاء معين، وده اللي المفروض احنا نتعامل بيه. يعني دلوقتي لو انت جيت قلت لي انك عندك مشكلة في فهم مادة معينة او مش عارف يوصل لك معلومة، في الاخر ممكن انت نفسك ما تعرفش ان عندك الذكاء معين هو تقدر تفهم بيه،
او عندك طالب في المدرسة تقول عليه المادة دي استحالة الطالب ده يستوعبها. مش المشكلة في الطالب ولا الطالب غبي، المشكلة في انك انت مش عارف ايه الذكاء اللي عند الطالب عشان تعرف تدرسه بالطريقة اللي توصل له بيها. الذكاءات المتعددة، كل واحد فينا ذكي، وعشان نعرف كل ذكاء ازاي نقدر نوصل له ونفهمه في فيديوهاتنا الجاية هنخصص كل فيديو لذكاء معين، والذكاء ده هنوريكوا ازاي ممكن نتعامل معاه اذا كان مثلا طفل او طالب او انت كشخص كبير عندك مثلا ذكاء حركي. ايه الحاجات اللي ممكن تعملها عشان تعرف توصل بيها للمعلومة، او ايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها عشان نوصل بيها المعلومة لاطفال او كبار بكل بساطة وبكل سهولة. استنونا فيديوهاتنا الجاية عن الذكاءات المتعددة.